زميلنا خالد الشعبي ومعاه علي الصوابي في الرياض، مراسلين النشيطين أو النشيطان في الرياض، سوينا تقرير جميل حقيقة، استطلاع في العاصمة حول قمة الغد بين النصر والهلال. نربط لكم الآراء والتوقعات من كل مكان بمختلف الأعمار. الديربي المنتظر ما يحلى إلا بالجمهور، وقبله بأراءه من الأسواق الشعبية والحديثة. نصراوي عالمي، ما احتاج عالمي، عالمي فوز للهلال إن شاء الله. شجع الهلال وتوقع الهلال. سالم الدوسري، ياسر الشهراني. لو قلبها النصر مثلا ما توقع يروح النصر. سالم الدوسري 2-1 4-1 3-1 زي كذا. حبيبي ما يحتاج، العالم يتعرف اسمه. اقول له ما يحتاج. شو اسمه؟ حمد الله. سالم وقميز وبريرة. النصر باذن الله 2-0 ان شاء الله. حمد الله موجود. 3-0 للهلال، بيسجلها قميز وبيسجلها الدوسري وبيعيد الهدف اللي جابه في الفريق الايراني ان شاء الله. النصر ممكن يفوز. ما تبي. نصراوي والوعد الثلاثاء ملعب مرسوم. الهلال ولا النصر؟ والله النصر. تلو الهلال قوي، الميدان يا حميدان. لا بسجل 2-1 الهلال. 2 الهلال ان شاء الله. 2-1 قميز وسالم الدوسري. الهلال ولا النصر؟ خلص النصر. الهلال. طيب الهلال ولا النصر؟ النصر. النصر. الهلال والنصر من يفوز؟ ان شاء الله الهلال. الهلال. النصر. الهلال بيفوز 3. جوميز 2 وبرير 1. Maybe Al Nassr because I have a Portuguese coach. He's for my country and I of course. So I bet on Al Nassr. Let's see. I don't know, but first for me my club is Faisali because I work for Faisali. Okay. هلالي ولا نصراوي؟ هلالي. وانت لابو؟ انا نصراوي. بس مخليه الحريه الشخصيه يختار النادي اللي يبيه. من يفوز الهلال ولا النصر؟ اكيد الهلال. انا ان شاء الله اتمناها للنصر، بس ان شاء الله ما راح نزعل مع بعض. نقول اللي يفوز نقول له مبروك، واللي ينهزم نقول له ايش؟ عادي، شلون عادي.